شكرا أستاذي عزيز، تحية الأخوات والإخوان. أنا سأنطلق ربما من النقطة اللي ختم بها أستاذ الكتاني الكلمة ديالو، فقط لأنني ربما أوجد على النقيض الآخر من بعض مما قال بعلاقة بهذه المنظومة ديال الاقتصاد الإسلامي. أنا بغيت نربطها على ضوء ما قاله الأستاذ بالواقع الحالي أو واقع المنظومات الاقتصادية التي تستمد شرعيتها من الجانب الديني والجانب الإسلامي اللي هو اللي كنعرفه أكثر وأعمق، خصوصا في الظرفية الحالية. أنا غادي نعطي واحد المثال صغير لواحد المقابلة كانت في إسبريس مع السي فوزي الشابي، وما أثارني في هذه المقابلة هو فاش تم طرح السؤال على ثروة عائلة الشابي، بل لي التوصيف وتأكدت لي ذاك النظرة أو الموقف الثابت تجاه نظرة المنظومة الإسلامية للثروة وعلاقتها بالربح وعلاقتها بالأنشطة الاقتصادية ككل. فوزي الشعبي اللي الكل كيعرفوا بأنه ينتمي إلى عائلة اقتصادية كبرى في المغرب، كما كنقولوا بالفرنسية، إلى نيونسي مفهوم الثروة والباتريمون، واعتبره بأنه في آخر المطاف بناء على منظور ديني بأنه هذا كما كيقولوا في الدين الإسلامي هذا الرزق. وبالتالي فانطلاقا من منظور ديني كنوليو كنقولوا بأنه الباتريموان ولا الثروة هي ماشي نتاج ديال مجهود ولا شي حاجة، وإنما واحد مجموعة ديال الناس اختارهم الله، يعني القضاء والقدر، وكاين اللي عطاه الله الثروة وكاين اللي ما عطاهاش ليه، واللي ما عطاهاش ليه الله خاصو يحمد الله ويتسنى الاخيره، وكاين اللي عطاها ليه راه ممكن يطورها وكذا. هذه ماشي نظره تبسيطيه، هذه نظره عميقه للامور، على اعتبار ان هذا المنظور ينعكس كذلك في طبيعه السياسات الاقتصاديه التي تنهجها الحكومات التي تعتبر نفسها اسلاميه، خصوصا في ظل ظرفيه الربيع او ما يصطلح عليه بالربيع الديمقراطي، واللي لا تأملنا فيها بشكل عميق سنجد بانها اختيارات في العمق ما اسلاميه ما مسيحيه ما يهوديه، هي في العمق اختيارات ليبراليه بشكل بسيط. هذه الاختيارات ولها الطبيعة الليبرالية تتجلى في اعتماد توازنات ماكرو اقتصادية، في تقليص الاعتمادات المالية المدرجة في الميزانية الموجهة للقطاعات الاجتماعية. وفي هذا الإطار ممكن نعطي مقولة كذلك للسيد رئيس الحكومة المغربي اللي قال بأنه اللي عنده الله يزيده واللي ما عندوش راه ديه الله. دونك حتى هذا منظور يثبت بانه فاش كنطلقوا من منظور ديني معين يمكن ان نقبل الفوارق الاجتماعيه، بل اكثر من ذلك يمكن ان نطبع معها، على عكس ما يتبادر الذهن عندما نتحدث عن منظومه الاقتصاد الاسلامي بانها ترعى الجميع وبانها كتحارب الفوارق وبانها كتنشر واحد المستوى ديال العيش معين. في العمق نجد بان العكس هو الموجود. وبعلاقه بهذه الملاحظه اغلق القوس واتطرق للموضوع اللي تكلفت به، وهو واقع اقتصاديات دول شمال افريقيا والشرق الاوسط على ضوء مطلب او هدف الدول المدنيه. قبل ما ندخلوا في النقاش ديال الواقع الاقتصادي ديال دول شمال افريقيا والشرق الاوسط، احب ان اتطرق لمفهوم الدوله المدنيه. ففكرة الدولة المدنية تأسست كأساس لنشأة دولة حديثة غير دينية، سأعود لهذه النقطة، تقوم بالأساس على مبادئ المساواة وترعى الحقوق. وبالتالي فتأسيس الدولة المدنية هو الكفيل بإقرار مؤسسات لا تعترف بانتماءات عرقية دينية سوسيولوجية أو فئوية، وبالتالي فالدولة تصبح راعية لمصالح الجميع أو للأغلبية على كل حال دون التأثر باعتبارات أخرى. عندنا أمثلة كثيرة في هذا المجال، نظام
البشير في السودان النظام اعتمد على ايديولوجيه بين قوسين اسلاميه تقول باننا انشانا الدوله الاسلاميه الى اخره، ولكن في نفس الوقت فهو نظام فرط في جزء كبير من التراب السوداني فقط من اجل الحفاظ على هذه المنظومه، وبالتالي فهذا كمثال كبير بان هناك خلل. اي منظومه حكم ما خصهاش تقوم بكل شيء من اجل ان تبقى حيه، حتى النظام ديال كوريا الشماليه راه باقي ولكن باي تكلفه. وبالتالي فاعتقد بان نجاح او فشل اي منظومه يتجلى وينطلق ابتداء من قدره هذه منظومه الحكم على تحقيق الكرامه والعداله الاجتماعيه لكافه المواطنات والمواطنين دون تفريط بطبيعه الحال في اي شبر من التراب الوطني. وبالتالي في الحاله السودانيه كمثال فرطنا في نصف التراب الوطني من اجل باش ان واحد النظام سياسي يبقى مع كل ما يعنيه ذلك من محسوبيه وزبونيه ونظام مريعي لنخبه تنتمي لتيار اسلامي يحكم الدوله. نفس المثال ينطبق على نظام اخر غير ديني وهو نظام صدام حسين كذلك. خلقنا دولة مبنية على نظام يتحكم فيه العسكر ولكن في نفس الوقت بحساسية سنية، وبالتالي همشنا كل الفئات المجتمعية لصالح فئة عرقية أو دينية معينة، والأمثلة تكثر في هذا الإطار. وبالتالي فالدولة المدنية هي دولة لا تعترف بالاختلافات، ماشي ما كتعترفش وانما ما كتاخذهاش بعين الاعتبار في السياسه الاقتصاديه والاجتماعيه وفي سلوك الدوله كدوله، وبالتالي تستطيع ان تنظم الحياه العامه وتحمي الملكيه الخاصه وتنظم شؤون التعاقد وان تطبق القانون على جميع الناس بصرف النظر عن مكانتهم وانتماءاتهم وارتباطاتهم كذلك. ويتتاسس الدوله المدنيه على هذا النحو فإنها تصبح في آخر المطاف دولة الحق والقانون، دولة الحقوق والواجبات، ودولة مؤسسات تعاقد، يعني أن الدولة تصبح مؤسسة على التعاقد ما بين جميع مكوناتها وليس على اعتبارات الولاء لهذا النظام من أجل الاستفادة من الخيرات دياله أو للعداء لهذا النظام من أجل الاستفادة من أشياء أخرى. وبالإضافة إلى ذلك فالدولة المدنية هي دولة للمواطنة والديمقراطية مع كل ما يعنيه ذلك من حماية الحقوق وإلزامية الواجبات. هنا يجب توضيح نقطة أساسية وهو إذا كان مفهوم الدولة المدنية في دول المنطقة ديال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد ارتبط أساسا بالنضال من أجل فصل الدين عن السياسة أو عن الدولة، فإن مفهوم الدولة المدنية هو في آخر المطاف يبقى أشمل، على اعتبار أنه كما عطيت في أمثلة سابقة الإشكال ماشي هو فقط بعلاقة بأنظمة دينية وإنما كذلك بأنظمة ريعية، أنظمة عسكرية، أنظمة شمولية تستغل فكرة أو إيديولوجيا أو انتماء لعرق معين أو لمذهب معين أو لدين معين من أجل إقصاء الآخرين، وبالتالي من أجل إقراء سياسات اقتصادية واجتماعية فئوية لا تخدم المصلحة العامة، وبالتالي لا تنبني على تعاقد واضح ما بين مكونات المجتمع. وبالتالي فالدولة المدنية هي دولة للتعاقدات وتعاقدات وضعية بالأساس. علاش تعاقدات وضعية؟ لأنه كما أصبح يقول الجميع في المغرب ربط المسؤولية بالمحاسبة. عندما نصبح في دولة مبنية فيها العلاقات ما بين مكوناتها ومؤسساتها وأطرافها ككل على تعاقدات، هذا يعني إمكانية العقاب، إمكانية التنويه، إمكانية التقييم، إمكانية تغيير من يتخذون القرار في هذا البلد. أعطي مثال اللي كان أعطيه للطلبة ديالي دائما، هو المثال ديال المقارنة ما بين نظام القذافي والأنظمة الديمقراطية في الولايات المتحدة أو فرنسا أو أي دولة معترف بها بأنها ديمقراطية. فاش ما كيكونش محفز ولا انيشيونسي ديال المراقبة والمحاسبة يمكن لمن يسيرون الأمور أنهم يديروا ما بغاو، ولكن فاش كيكون هاجس انتخابات، فاش يكون هاجس تقييم، هاجس المراقبة وهاجس المحاسبة، ف لانسيتاسيون كتكون أكبر لدى هؤلاء.
دول شمال افريقيا والشرق الاوسط في هذا الاطار تجر وراءها اعطاب الفترة الاستعمارية وبعدها مرحلة الاستقلال، وهو ما يحيلنا على جوج ديال النقاط الأساسية اللي جوج ديال التجليات ديال الأزمة اللي كتعيشها دول المنطقة، وهي اللي في العمق تجسد أزمة الدولة الوطنية اللي الحدود الساعة لم تستطع أن تجد كينونتها الكاملة والحقيقية منذ صدمة الاستعمار، مرورا بفرحة الاستقلال وصولا إلى سنوات السيادة الوطنية بين مزدوجتين. ظلت الأنظمة السياسية والاقتصادية في دول المنطقة تائهة بين مثاليات بعض الإيديولوجيات سواء كانت شيوعية أو ليبرالية، تائهة بين اختيارات مزاجية لبعض الزعماء، تائهة بين أحلام الوحدة والدولة الوطنية. وهذا الشيء كامل جعل أن عقدة الانطلاق الاقتصادي لهذه الدول تتعقد، وتجعل هذه الدول تعيش أزمة مزدوجة، هي أزمة سياسات اقتصادية واجتماعية وأزمة طبقة برجوازية، وأركز على برجوازية بين مزدوجتين وسأعود لها فيما بعد. أزمة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في دول المنطقة تعاني كما قلت من أعطاب عديدة. العطب الأول والأساسي هو عطب المشاركة. المشاركة إشكالية كبرى في دول المنطقة، على اعتبار أن ساكنة أو مواطني أو الناس اللي معمرين هذه المنطقة كما بغينا نعتبروهم، على اعتبار أنه في جميع الحالات ولفترات طويلة ما كانوش معتبرين كمواطنين، كانت كتعاني من عطب المشاركة. وبالتالي فكانت الدولة العربية غدا الاستقلال بجميع مؤسساتها دولة إقصائية لا يساهم فيها المواطن بشكل فعال في المجالات السياسية والاقتصادية، وحتى عندما كان يشارك فكانت المشاركة صورية أو استشارية أو غير ذات أثر أساسي على مضمون السياسات العمومية المطبقة في تلك الدول. العطب الثاني هو عطب المشروعية، وعطب المشروعية هو في آخر المطاف نتاج لعطب المشاركة، لأنه عندما ما كتكونش المشاركة ديال الجميع فبطبيعة الحال المؤسسات اللي كتنتج على هذا النظام المعين كتعاني بطبيعة الحال من عطب المشروعية. وعطب المشروعية جعل أن الحكومات أو المسؤولين في هذه الدول كيتميزوا بلا مبالاة تجاه متطلبات المواطنين والساكنة، فقط لأن مشروعيتهم ووجودهم كان مبني إما على القوة العسكرية أو على ارتباطات خارجية أو على قوة أنظمة رعية، وبالتالي فهم لم يكونوا بحاجة إلى هذا الترابط مع الإرادة الشعبية من أجل تلبية رغباتها وفي آخر المطاف إرضائها. بما أن مشروعيتهم لم تكن تتأتى من هذا الشعب، فبطبيعة الحال سلوكهم التدبيري لم يكن بقوة الأشياء يتملكه هاجس إرضاء المشروع أو تحقيق المشروع التنموي بهذه الدول. وبالتالي فكان الهاجس الأساسي هو هاجس الأمن والاستقرار على حساب النجاعة الاقتصادية والمشروع التنموي. وكنقطة ثالثة في الأعطاب التي عانت وتعاني منها الدولة الوطنية في المنطقة هو عطب تنموي. دول المنطقة تتخلف الكثير من المؤشرات كما يعلم الجميع بالمقارنة بدول ومناطق نامية أو كانت كذلك لأمد قريب، وهو ما يوسع الفوارق بين هذه الدول ودول مماثلة. في هذا الإطار برنامج الأمم المتحدة للتنمية لطالما أشار في تقاريره الدورية حول واقع التنمية البشرية بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى طبيعة العقد الاجتماعي وعلاقة الحاكمين بالمحكومين، ووضعه ضمن التحديات التنموية للمنطقة. يعني في آخر المطاف عقدة دول المنطقة واقتصاديات المنطقة هي عقدة حكامة، وعندما أقول عقدة حكامة ما كنتحدثش على هذا النوع من التهافت المصطلحي
اللي وقع لنا في المغرب، اللي ولينا في جميع الحالات كنستعملوه. يعني اي مشكل كنوليو كنقولوا بان الحل هو الحكامه. الحكامه هي وسيله اساسيه وليست حلا، لان الحكامه في اخر المطاف لا تلغي الاختيارات السياسية والإيديولوجية اللي خاص مدبر الشأن العام أنه يتحلى بها. الحكامة هي ماشي واحد الحل السحري لجميع مشاكل الدولة، ولكن في نفس الوقت فهي آلية تضمن الرقابة، تضمن الشفافية، وتضمن كذلك كما قلت قبل قليل المشاركة الأساسية للمواطنين. دول الربيع العربي طبيعة الحال هي دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط منذ الاستقلال راكمت أشكالا مختلفة من السياسات الاجتماعية التي اصطدمت في مجملها بإكراهات البيروقراطية الإدارية، الفساد السياسي، تضخم تحملات الدولة وديونيتها، وهو ما خلف تواضع النتائج المحققة مما انعكس على ترتيب الدول المعنية في سلم التنمية البشرية. هادو فقط نتائج للأعطاب اللي تحدثت عليهم قبل قليل، عطب المشاركة، عطب التنمية، وعطب المشروعية، جعلوا أننا نسلك سياسات عمومية بدون بوصلة، لا تهتم بمؤشرات أو المشروع التنموي، وفي آخر المطاف أنتجت لنا كل ما أنتجت من مظاهر سلبية من رشوة وبيروقراطية وفساد وتضخم المنظومة الرعية في دول المنطقة تحت مسوغات متعددة كما قلت قبل قليل، مسوغات إما دينية إما عسكرية إما عرقية إما مجالية إلى آخره. وهو ما خلف تواضع في آخر المطاف تواضع النتائج المحققة مما انعكس على ترتيب الدول المعنية في سلم التنمية البشرية. كل ذلك نتج عن غياب رؤية واضحة لتلك الدول الناشئة ذات الاستقلال، وعدم توفر أغلبها على مشروع اقتصادي واجتماعي واضح يؤطر مختلف مجالات السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. جربنا الاختيارات القومية، جربنا الاختيارات الاشتراكية، جربنا الاختيارات الليبرالية، ولكن في آخر المطاف وفي نهاية المطاف جربنا كذلك الاختيارات الإسلامية. يبدو أن المشكل هو ليس مشكل اختيارات، وإنما المشكل في العمق كما قلت قبل قليل، هو يجد حله في إصلاح الأعطاب الثلاثة اللي ذكرت قبل قليل، وهي إقرار دولة مدنية تنبني على الديمقراطية والحق والقانون. الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المتخذة كانت في مجملها غير منسجمة الأفق والغير متناسقة المذهب. إلا خدينا المثال ديال المغرب، طوال 50 سنة من الاستقلال خدينا قرارات ذات طبيعة تدخلية للدولة، ذات طبيعة سيادية، اتخذنا قرارات ليبرالية يعني على النقيض التام مما اتخذ قبل ذلك، قمنا بالمغربة، قمنا بالتحرير، قمنا بإغلاق الأسواق السوق الداخلية، قمنا بتحرير السوق الداخلية أمام المبادرات الخارجية، جربنا كل شيء في آخر المطاف، وهو ما انعكس بشكل سلبي على الواقع الحالي. السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية بدول المنطقة خلال أكثر من نصف قرن من الاستقلال أنتجت الملاحظة الأساسية، جوج ديال الملاحظات الأساسية، هي أولا اتساع الهوة بين حجم الطلب الاجتماعي، وثانيا آليات ووسائل تدخل الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ظلت على الدوام تتسم بالقصور. هذا المنطق التجريبي أنتج واقعا اجتماعيا واقتصاديا مليئا بالاختلالات والفوارق بين القطاعين المهيكل والغير مهيكل، بين البادية والمدينة، بين المركز والهامش، بين الرجل والمرأة، وبين الأغنياء والفقراء.
هذا هو الشق الأول والأساسي من المداخلة، والذي يهم أزمة السياسات الاقتصادية والاجتماعية. بالإضافة لهذه السياسات الاقتصادية والاجتماعية، تلازمت مع هذه السياسات أزمة أخرى، وهي أزمة الطبقة البرجوازية. دول المنطقة والمغرب من بينها لم تعرف ظهور طبقة اقتصادية بمعنى الكلمة إلا بعد الاستقلال. أتحدث عن طبقة اقتصادية بمعناها الحديث، والذي أظهر الحاجة الملحة لتشكيل طبقة من رجال المال والأعمال قادرين على أخذ المشعل من نظرائهم الفرنسيين أو من الاستعمار. هذه نقطة أساسية، على اعتبار أن ظروف نشأة البرجوازية بين قوسين المغربية هي تشبه إلى حد كبير ظروف نشأة الأحزاب السياسية، هي تشبه لحد كبير ظروف نشأة الدولة الحديثة في المغرب بحد ذاتها. هذه المؤسسات الحديثة أو المكونات الاجتماعية الحديثة لم تنتج كما هو الحال في دول متقدمة نتيجة حاجة اجتماعية أو تطور تاريخي محدد. هذه المؤسسات نتجت نتيجة لصدمة الاستعمار. الاستعمار هو اللي بين لنا بأنه نحتاج إلى دولة حديثة، بأننا كنا متخلفين على ما أصبحت عليه الإنسانية. الاستعمار هو الذي سيعطي لفئة من المواطنين الفكرة بضرورة خلق حزب استقلال. أحزاب في الدول المتقدمة والدول الديمقراطية نتجت بسبب أو نتيجة ضرورة اجتماعية، نتيجة إفراز تناقضات مصلحية ما بين فئات اقتصادية واجتماعية في المجتمع، وبالتالي تأسوا أحزاب ليبرالية وأحزاب اشتراكية. إحنا المحدد الأساسي لتشكيل الأحزاب السياسية في المغرب في اليوم الأول كان هو محاربة الاستعمار، وبالتالي فكل التناقضات التي ستظهر فيما بعد الاستقلال ما بين الأجنحة داخل حزب الاستقلال ستثبت بأن هذا هو المشكل الأساسي، بأن إنشاء حزب الاستقلال على سبيل المثال لم يكن نتيجة تناقضات اقتصادية واجتماعية، ولكن نتيجة لصدمة الاستقلال ومن أجل البحث عن استقلال البلاد. كذلك فيما يخص نشأة البرجوازية المغربية، فهي كما أقول دائما البرجوازية، الطبقة البرجوازية في المغرب نشأت نتيجة سياسة عمومية من أجل خلق طبقة برجوازية، ماشي نتيجة ديال دينامية اقتصادية وفرزت لنا واحد الناس عندهم الفلوس إلى آخره. لا، لأن الدولة كانت في حاجة في مرحلة من المراحل غداة الاستقلال إلى طبقة رومبلاسيو بها، نعوضوا بها الناس رجال الأعمال الفرنسيين. قمنا بسياسة عمومية بشكل واضح بإنشاء طبقة برجوازية، ولكن عقدة الطبقة البرجوازية تكمن في ظروف نشأتها، لأنها نشأت في حضن السلطة. وعندما تنشأ البرجوازية في حضن السلطة لا يجب أن ننتظر منها أن تكون برجوازية مواطنة، أن تناضل من أجل الديمقراطية أو تناضل من أجل تطبيق القانون وتحقيق مطلب الدولة المدنية. هذا الواقع سيتكرس فيما بعد من خلال برنامج المغرب اللي هو التجسيد الأساسي لهذه السياسة العمومية من أجل خلق طبقة برجوازية، والذي انطلق سنة 73 في إطار خطة اقتصادية مندمجة كان الهدف منها هو استعادة الصناعات، المقاولة التجارية والأراضي الزراعية من طرف المغاربة. لاحظوا معي بأن احنا مازال في لا رياكسيون، اوني با انكور دون لاكسيون، كنا منغلقين على نفوسنا. جات صدمة الاستعمار، جا حزب الاستقلال، جا الاستقلال، بغينا نتخلصوا من الاستعمار، يعني مازالين في هذاك لو سيكل ديال تضميد جراح الاستعمار، وهو ما سيكلف المغرب فيما بعد الشيء الكثير. هذه العوامل السالفة الذكر شكلت شهادة ميلاد كما قلت الطبقة الاقتصادية المغربية الحديثة، وإن وجب وضعها بين قوسين لأن حديثة الشكل ولكن تقليدية المظهر، تقليدية العمق، والتي لم تكن نتيجة كما قلت دينامية اقتصادية واجتماعية، ولكن بفضل سياسة عمومية لدولة ما بعد الحماية، والتي
وركز على دولة ما بعد الحماية، ماشي دولة الاستقلال، لأننا في هذه المرحلة كذلك لازلنا في مرحلة ردود الفعل، مازال ما اختاريناش مشروع وطني الحدود الساعة، وإن كانت هناك بوادر مشروع وطني مع حكومة عبد الله إبراهيم من خلال ولو أن التجربة كانت مجهدة ودامت لشهور قليلة، فإذا لاحظنا المؤسسات اللي تخلقوا في عهد عام ونصف على ما أعتقد لم تخلق في 50 سنة من الاستقلال، أسس ودعائم السيادة الاقتصادية خلقت في عهد حكومة عبد الله إبراهيم، وبالتالي إجهاض هذه التجربة وما تلاها من بعد سيبرز لنا طبيعة الارتباطات بين هذه الطبقة وما بين ما يمكن أن نسميه بالدولة العميقة. كما قلت هذه الطبقة لم تتشكل نتيجة سياسة عمومية، تشكلت بفضل سياسة عمومية لدولة ما بعد الحماية من أجل بسط نفوذ الدولة على جميع مفاصل الاقتصاد الوطني. الدولة خلال فترة الاستقلال أو السنوات الأولى الاستقلال بسطت نفوذها عن النظام الاقتصادي في المغرب بجوج ديال الوسائل الأساسية، إما من خلال المؤسسات العمومية التي تمتلكها الدولة، وإما من خلال خلق الطبقة البرجوازية اللي خدات المؤسسات التي كانت ممتلكة من طرف الفرنسيين، وبالتالي إما بطريقة مباشرة عن طريق المؤسسة العمومية أو عن طريق المقاولين الجدد. انطلاقا مما سبق وبالنظر لتاريخ وظروف تشكل الطبقة الاقتصادية بالمغرب، يتبين بأن كما قلت قبل قليل ممكن لناش ننتظر الكثير من هذه الطبقة. الطبقة ولدت في كنف السلطة بطبيعة الحال، الأموال والثروة ديالها تشكلت نتيجة هذا التقارب وهذا العلاقة وهذا القرب من مراكز القرار، وبالتالي ما عمرها غمرات، ما عمرها كان عندها الحس ديال المقاول الحقيقي، وهذا هو اللي غادي يعكس سلوكها الاقتصادي فيما بعد، لأن أنشطتها تبقى محصورة في المضاربة العقارية والأنشطة الريعية وبعض الصناعات التحويلية البسيطة ذات الاستهلاك الكبير، يعني بأنها الطبقة لم تغامر في يوم من الأيام في استثمار ما جنته نتيجة قربها من السلطة في تطوير صناعة اقتصادية وطنية حقيقية. هذا الواقع يطرح أكثر من إشكال حول وجهة استعمال في العمق حول وجهة استعمال مصطلح برجوازية ومدى ملائمته للتوصيف هذه الطبقة، لأن هي طبقة عندها مصالح، ولكن واش نسميوها نيت برجوازية هذا كل الإشكال، إن الأدوار اللي قامت بها البرجوازية في دول متقدمة كانت أدوارا كما كانت أدوار الطبقة المتوسطة، كانت أدوار جد ريادية، وإشكالات الطبقة البرجوازية تنطبق كذلك في الحالة المغربية على الطبقة المتوسطة، إنه عكس ما يروج نقول بأنه إحنا الحمد لله ولات عندنا طبقة متوسطة متسعة إلى آخره، صحيح ولات عندنا طبقة متوسطة كبرى واتسعت في حجمها، ولا الولوج السكن وإن بصعوبات ولا موجود ولو بتكلفة غالية، ولا الولوج للسيارات كل شيء، ولا الطبقة المتوسطة ولا عندها ولوج أكبر للسيارات الشخصية، حيت هادو هما المظاهر المؤسسة أو على الأقل على المستوى الشكلي للطبقة المتوسطة، يعني طبقة استهلاكية إلى آخره، وبالتالي فالمظاهر الاستهلاكية للطبقة المتوسطة تنطبق على الطبقة المتوسطة المغربية، ولكن الالتزام السياسي، الاعتدال في الاختيارات السياسية، المشاركة وقيادة الاختيارات الاجتماعية في البلاد، فالطبقة المتوسطة تبقى جد متخلفة في حالات كثيرة مقارنة مع فئات اجتماعية أخرى، وهذا عكس، لأنه في حين أن الطبقة المتوسطة يجب أن تكون هي الخيول التي تجر العربة، أصبحت العربة التي تجر الخيول، وبالتالي ما كتلعبش دورها في الاجتماعي وفي هذه التغيرات العميقة اللي خاص تعيشها البلاد. وبالتالي فالإصلاح الاقتصادي الشامل
لا يمكن أن يؤتي أكله إلا إذا اكتسبت برجوازيتنا مواطنتها الحق وتنخرط بالتالي في المشروع الوطني الكبير لبناء دولة المؤسسات. وفي هذا الإطار وجب على البرجوازية أن تجعل من المواطنة والقانون قيمها المحركة في المستقبل. مواطنة البرجوازية يجب أن تنعكس عبر احترام القانون ومحاربة كل أشكال الامتيازات المبنية على اعتبارات القرب من مراكز القرار